تقريبا كم كلفة السفر إلى الخارج؟ أصبحت كلفة السفر إلى الخارج الآن في الوقت الراهن مهولة، نظرا ليش؟ لتدني سعر صرف العملة بالنسبة لنا، ونظرا لأنه الخارج يتعامل بالعملة الصعبة، تمام؟ فبالتالي أصبحت التكلفة كبيرة على المواطن، في كثير من الناس ما يقدرون يسافرون، وكثير من الناس ماتوا بسبب عجزهم عن السفر للخارج. ما هي الوسائل التي ستخفف من معاناة المسافرين؟ أولا بدرجة أولى اللي سوف يخفف من معاناة الناس المسافرين، أولا بدرجة الأولى على السلطة المحلية الالتباه والالتفات إلى الجانب الصحي في المحافظة، في المحافظات وفي الجمهورية بشكل عام، تمام؟ رفض الكادر الطبي بكوادر طبية خارجية خاصة في الفترة الحالية من أجل تحسين المستوى الطبي في المحافظة، ثم بعد ذلك فتح المطارات للأخوة والسعي في تقليل الصرف مشان المواطن يقدر اللي ما استطاعوا إلى علاجه في الجمهورية ينتقل إلى الخارج للعلاج في الخارج إن شاء الله. ما الذي جعلك تقطع كل هذه المسافة لسيول؟ اضطرار للسفر للعلاج، لو ما العلاج للخارج ما اضطررنا إلى السفر إلى سيون ومن سيون إلى الخارج، لو كانت الدولة موفرة لنا الإمكانيات الموجودة في ولو حتى 50% من الإمكانيات الموجودة في الخارج كان الواحد تعالج في بلده وعند أهله أحسن له.